لا تمل عزائم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من مواصلة تحرير ما تبقى من محافظة الجوف، حيث تشهد عدد من المناطق استمرارا للمعارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى. نحن الآن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في معسكر السنان. الأخبار الواردة من جبهة المصلوب تتحدث عن صد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهجوم شنته الميليشيا على معسكر السلان ما أدى إلى مقتل العديد منهم. إلى ذلك قال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في الجوف عبد الله الأشرف إن الاشتباكات ما تزال تدور في مناطق وقز والزرقاء غرب المصلوب، في وقت شنت فيه قوات التحالف غارات على مواقع الميليشيا هناك. وفي المتون تحديدا في منطقة مزوية أكدت مصادر ميدانية تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من صد هجوم الميليشيا ملحقا بهم العديد من الخسائر في العتاد والأرواح. وفي الغيل تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير جبال المقاطع شمال شرق المديرية. يعد السباق في هذه المحافظة لبسط السيطرة على كافة مناطقها مكسبا عسكريا وانتصارا له تبعات على جبهات القتال، الأمر الذي قد يسهم في تسارع المعركة لطرق أبواب عمران والعاصمة صنعاء.